السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم كويسين. كنت قاعده كده قامت تفني لك فكره غريبه خالص، انه ليه ما عملت سلسله اسمها كم كان عمرك لما عرفته. ف هتكون السلسله دي مستمره، انا ما عارفه هتكون مستمره لبتين، لكن هحاول يعني كل مره انزل فيديو يكون فيهم من 5 إلى 6 حاجات في الرينج ده، يعني تكون يعني بالطريقه دي. المهم فهمتوني صح؟ المهم يلا نبدا الفيديو. يلا اوكي. حسميها كم كان عمرك السلسلة، لو دارين تتابعوا باقي الفيديوهات وكذا يعني. سو أول واحدة قال كم كان عمرك لما عرفت إنه كلمة family هي اختصار لي father and mother I love you and mother father and mother I love you. المهم في النص كده هتشوفوا في عقاقات وهتسمعوا إزعاج وكذا، فعملوا رايحين. أوكي تمام. أوكي. قال كم كان عمرك لما عرفت انه نام يربي شعر انفه وليس شعر بيهي. ده اللي كان في هنا في عدنان ولينا وعبس برضه. كم كان عمرك لما عرفت انه كلمة بوليس هي اختصار ل public officer for legal investigations and criminal emergencies. او ماي جاد، يعني هسه انا لو دايره انادي البوليس اقول له بابليك اوفيسر الحمد لله. انا هذا من بر بشكر الشخص اللي اخترع الاختصارات، يعني بجد انت يعني سهلت حياتنا الحمد لله. اظن دي اخر واحده، لا قبل الاخيره. طيب كم كان عمرك لما عرفت انه الايموجي وات الايموجي ده الحواجب فيه هي اصلا العيون، والعيون هي اصلا الانف. 1 hour later. الواحد بيحتاج فترة كده حتى يقوم يستوعب البتاع ده. حرفيا بيشبه البقرة. طيب دي آخر واحدة. كم كان عمرك لما عرفت إنه النار ليس لها ظل أبدا؟ تجربة عملية للنار. اخيرا عرفت المشكله شنو، انه لما اصور بتلفوني وانا فاتحه الفلاش الضل بتاعي ما بيظهر في التصوير، فقمت جبت تلفون تاني فتحت فيه الفلاش عشان ضل يظهر واقدر اصور بتلفوني، ففعلا نجحت التجربه وفعلا النار ما عندها ضل. بس انتهت الفقرة دي، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد، ما اعرف هنزله بتاني لكن هتلقوه في السلسلة دي. مع السلامة، ما تنسوا تشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو. الى اللقاء. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني.